ما حقيقة الدور الذي يقوم به النظام المصري فيما يتعلق بهذه الاجتماعات سيد مدهون؟ مصر تعتبر نفسها أنها مشرفة على القضية الفلسطينية، وأنها مؤسسة لمنظمة التحرير، وأن أي حراك سياسي يجب أن يكون من خلالها. وحتى اللحظة مصر تقوم بدور يعني إيجابي في جمع الفصائل وفتح أبواب القاهرة والتواصل معهم بشكل أو بآخر. واليوم سمعنا أنه سيتم فتح معبر رفح. حتى اللحظة الواقع يعني مصر تقوم بدور يمكن الاعتماد عليه في المرحلة القادمة. طيب سيد إبراهيم المدهون، قد ربما أشرت في بداية الحلقة إلى التحديات ولم نذكرها، يعني ونختم بهذا السؤال معك سيد إبراهيم إذا سمحت لنا، ما هي أبرز التحديات التي تواجه هذا الاجتماع وهذا الحوار بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة؟ كما قلنا يعني هناك التفاصيل، الكثير من الواقع والتفاصيل الآن داخل قطاع غزة والضفة الغربية حقيقة تحتاج إلى تفاهم وإلى حوار. الأمر الآخر، هناك تحدي أن حركة فتح استأثرت بالقرار الفلسطيني عقود من الزمن، وهي تخشى من أي انتخابات قادمة أن تخرج من دائرة الاحتكار والاستئثار إلى دائرة الشراكة. يجب أن يكون لدى حركة فتح الآن نفسية متقبلة أنها لم تعد الوحيدة المتحكمة بمصائر وقرارات الشعب الفلسطيني، وأن هناك قوى أيضا أخرى شريكة ولديها قدرة على القيادة والمشاركة. الأمر الآخر أيضا التدخلات الإسرائيلية والوقع الإسرائيلي خصوصا بابتزازه للسلطة الفلسطينية أو بعمليات التنسيق الأمني أو بمنع العملية السياسية في القدس، كل ذلك ربما تكون أمام تحديات هذه الحوارات.